بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث اليوم عما كان يفعله أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس ببني أمية. أبو العباس السفاح هو أول الخلفاء العباسيين وولي الخلافة وهو ابن 24 سنة، ويقال ابن 28، وكانت ولايته 4 سنين و8 أشهر، وكان أصغر سنا من أخيه أبي جعفر المنصور، وكان أشعر يعني كثير الشعر، جعدا يعني شعره غير منتظم، وهو ما يطلق عليه العامة أقرت، أقنى الأنف يعني أنفه إلى أعلى، حسن الوجه واللحية جعدها، وكانت وفاته بالجدري، ولقب بالسفاح لأنه كان يفتك بمن يلقاه من بني أمية من رجالهم ونسائهم، بل وينبش عن قبورهم فيحرقهم. وفيه يقول الشاعر: وكانت أمية في ملكها تجول وتظهر طغيانها، فلما رأى الله أن قد طغت ولم تطق الأرض عدوانها، رماهم بسفاح آل الرسول فحز بكفيه أزقانها. وكان يقرب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاشى أن يمسهم بسوء. قال أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي: حدثني أبي قال: حدثني من حضر مجلس السفاح وهو أحشد ما كان ببني هاشم والشيعة ووجوه الناس، فدخل عبد الله بن حسن ابن حسن ومعه مصحف، فقال: يا أمير المؤمنين، أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا المصحف. قال: فأشفق الناس من أن يعجل السفاح بشيء إليه من العقوبة، ولا يريدون ذلك في شيخ بني هاشم في وقته، فيكون ذلك عارا عليه. قال: فأقبل عليه غير مغضب ولا مزعج، فقال: إن جدك عليا وكان خيرا مني وأعدل ولي هذا الأمر، فما أعطى جديك الحسن والحسين وكان خيرا منك شيئا، وكان الواجب أن أفعل معك مثل ما كان يفعل معهم، فإن كنت فعلت فقد أنصفتك، وإن كنت زدتك فما هذا جزائي منك. قال: فما رد عبد الله جوابا، وانصرف الناس وهم يعجبون من حلمه عليه وجوابه له. وكتب أبو العباس إلى خاله زياد بن علي، وكان عامله على المدينة: قربني من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ جيرانه وإكرام أهل بيته، ولا تسلط هواك فيما وجب سخاطي، فإن الله شاهدي وأنت المأخوذ بالتقصير. وكتب إلى داود بن علي وهو عامله على مكة: أما بعد، فهذه سنة طمس فيها عيون الجور، وأخمد نيران الظلم، وأباد الشجرة الملعونة يعني بني أمية، فهن زوار بيت الله بنصر أوليائه وخذلان أعدائه ليحمدوه على ذلك. ولما قتل مروان بن محمد بقرية بوصير في الفيوم، أرسل الحسن بن قحطبة برأسه إلى السفاح، فخر ساجدا وتصدق 10,000 دينار، وأخذ ينفضه فوقع لسانه، فجاء قط فأكله، فقال: سبحان الله، كان لسان مروان يأمر وينهى، ثم صار لسانه في فم قط يمضغه، فلو لم يكن في الدنيا عبرة لكان ذلك.
وعلقه على مسجد دمشق، وكان الحسن بن قحطبة قبل أن يرسله إلى الخليفة السفاح قال: أخرجوا إلي أكبر بنات مروان، فأخرجوها وهي ترعد، فقال لها: لا بأس عليك. فقالت: أي بأس أعظم من إخراجك إياي حاسرة؟ فأجلسها ثم رمى الرأس في حجرها فصرخت واضطربت. فقيل له: ما حملك على ذلك؟ فقال: كفعلهم بزيد بن علي بن الحسين حين قتلوه، فإنهم جعلوا رأسه في حجر زينب بنت علي. وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك قد أمنه السفاح وأكرمه، فدخل سديف على السفاح وأنشده: لا يغرنك ما ترى من رجال، إن تحت الضلوع داء دويا، فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. فأمر السفاح بقتل سليمان فقتل. وكان قد اجتمع عند عبد الله بن علي عدة من بني أمية نحو 90 رجلا، فلما اجتمعوا عند حضور الطعام دخل شبل بن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي عم السفاح وأنشده: أصبح الملك ثابت الأساس، بالبهاليل من بني العباس طلبوا وتر هاشم فشفوها، بعد ميل من الزمان وياسي، لا تقيلن عبد شمس عثارا، واقطعا كل رقلة وغراسي، ذلها أظهر التودد منها، وبها منكم كحد المواسي، ولقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي، أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس، واذكروا مصرع الحسين وزيد وشهيد بجانب المهراس، والقتيل الذي بحران أضحى ثاويا بين غربة وتتاسي. فأمر عبد الله بهم فضربوا بالعمد حتى وقعوا، وبسط عليهم الأنطاع ومد عليهم الطعام، وأكل الناس فوقهم وهم يسمعون أنينهم حتى ماتوا جميعا. وأمر بنبش قبور بني أمية بدمشق، فنبش قبر معاوية، ونبش قبر يزيد، ونبش قبر عبد الملك، ونبش قبر هشام بن عبد الملك، فوجد صحيحا فأمر بصلبه فصلب ثم أحرقه بالنار وزراه. وتتبع يقتل بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم، فلم يفلت منهم غير رضيع أو من هرب إلى الأندلس. وكذلك قتل سليمان بن علي بالبصرة جماعة من بني أمية وألقاهم في الطريق فأكلتهم الكلاب. ولما رأى من بقي من بني أمية ذلك تشتتوا واختفوا في البلاد، وهذا قليل من كثير مما فعله بهم أبو العباس السفاح. اكتفينا به خشية الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.